السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون خفيف ظريف على قلوبكم إن شاء الله. من طبيعة الحال حنا مقبلين على العطلة ديال منتصف السنة الدراسية، اللي اكيد انكم ما خصكمش تضيعوها فقط في اللعب والنشاط، لا، خصكم كذلك تستافدوا في الدروس وتدعموا راسكم في الحوايج اللي ناقصين فيهم. التلاميذ والتلميذات اللي جابوا معدلات مزيانه في الدوره الاولى ما يغركمش داك المعدل وتقولوا صافي في الدوره الثانيه ان شاء الله غادي فقط ندوزوها غير بالضحك واللعب وغادي ننجحوا غادي يجيبوا نقطه مزيانه، لا. الدوره الثانيه كذلك هي دوره مكمله للدوره الاولى، ما يمكنش انكم ما تجتهدوش وتجيبوا نقطة مزيانة. إذا النصيحة اللي غنصحكم هو أنكم تتبعوا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري اللي كتلقاو فيها الدروس وكذلك الفروض وكذلك الامتحانات الإشهادية الخاصة بالسنة السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي إلى استطعنا. بطبيعة الحال أنتم عارفين بأنني مريت بواحد الوعكة صحية اللي هي خايبة اللي خلاتني أنني نغيب واحد المدة ليست بالهينة على القناة. أنا مازال حاليا في فترة العلاج والاستشفاء، كنتمنى أنكم تدعوا معايا ودعيوا مع جميع المرضى المسلمين والمسلمات. كنشكركم بزاف على التفاعل وكذلك الدعم. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة، واللي مشترك ديجا يزيد يبارطاجي القناة مع الصديقات والأصدقاء ديالو باش توصل أكبر عدد من التلاميذ والتلميذات وأكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. في هذه العطلة أنا قررت بناء على طلب ديالكم والطلب ديال مجموعة ديال المتتبعين والمتتبعات ديال القناة أنني ندير سلسلة ديال تعلم اللغة الفرنسية خصوصا للتلميذات والتلاميذ ديال المستوى السادس ابتدائي، لأنهم يعني طبيعة الحال كنعرفوا المستوى ديال التلميذات والتلاميذ في الخامس والسادس كيطلعوا مازال ما كيعرفوش بزاف ديال الحوايج في اللغة الفرنسية، عندهم واحد الضعف وكاين واحد الفراغ بزاف من ناحية لي فوكابيلار. إن شاء الله أنا غادي نكون معكم في هذه العطلة بواحد السلسلة إلا قدرني الله سبحانه وتعالى أنني ندير سلسلة ديال تعلم اللغة الفرنسية بطرحي كل يوم فيديو أو فيديوهين على لي فوكابيلار اللي كيتعلقوا بلي تام ديال الوحدات اللي كتقراو إن شاء الله يا رب. إذا نزيدوا دعموا القناة، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات. أنا دائما معكم وغادي نكون في جنبكم، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، تشكركم على الدعم والمساندة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.